زي اي حاجه في حياتنا، اتعودي كده ازاي تبقي عقلانيه في اي حاجه. لازم تتعودي اي حاجه بتحصل لك تشوفي الحاجات الكويسه اللي حصلت دي ايه والحاجات الوحشه ايه، تشوفي الايجابيات والسلبيات، تشوفي لان كل حاجه فيها منح وفي حاجه اسمها محن، صح؟ ما فيش حاجه محنه دي بلوه، قولي لي بلوه دي، قولي لي بقى البلوه دي، قولي لي البلوه دي بقى، قولي لي حاجه كويسه في البلوه دي. لا، وعسى ان تكرهوا شيئا ها ويجعل الله فيه ايه خيرا كثيرا، وعسى ان تحبوا شيئا ويجعل الله ايه وهو شر لكم، مش كده يا اولاد؟ فاتعودي كده في حياتك. لا، جاي لي عريس يا دكتوره سوزان، ما فيش في غلطه يا دكتوره سوزان، ما فيش لاقيه في غلطه، وكده شوفوا لك كده جاي لي عريس تحفه، هو جاهز وكويس قوي، هو كويس. طب يعني عيوبه ايه؟ لا، ما شفت عيوب متخلف. اوعي تبصي تقولي لي ده عنده شقه وبيشتغل ومركزه ومش عارفه وعنده ايه، هيدفع ايه ويعمل ايه وكلام. لا، فتره الخطوبه لازم تحاولي تشوفي عيوبه ايه. بعد ما بتتجوزي بتكتشفي الروائع بقى. تكتشف طب كنت فين؟ بقالك 15 سنه مخطوبه. ما كنتيش عارفه انه ايده ماسكه؟ ما كنتيش عارفه انه بيتنرفز؟ ما كنتيش عارفه انه بيتنرفز ما بيشوفش اللي قدامه؟ يا ما تنرفز عليا. يا معلم. طب فين؟ طب فين؟ وربنا ما بيظلمش حد. وزي ما يقول القانون لا يحمي ايه؟ المغفلين. الله ادينا الايه؟ وابعد عنا الايه؟ الغباوه. ومي؟ اهو كده. اشوف الكويس والوحش. علشان تبقى ايه؟ تبقى موزونه. ها؟ عشان ما يجيش حاجه ها؟ ولما افرح بيها قوي 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 بالراحه. مش هتعرف تحكمه. ولما يحصل لي حاجه وحشه صح. شوفي ابنك بيفكر، علمي ابنك ازاي يفكر، ايه اللي ما عجبكش، ايه اللي عجبك، بس كل حاجه. الولد راح عيد ميلاد واحد صاحبه، ابنك 8 سنين 9 سنين راح عيد ميلاد واحد صاحبه، عملته ايه؟ كويس. صدق كنت مخلفه ابو الهول وام الهول. في عيال ايه؟ اسكتي يا ماما، جايبين فرطه مش عارفه ايه بحبها، واسكتي يا ماما كلام مش عارفه ايه، وجابوا لنا مش عارفه ايه عربوس، في عيال تحكي وفي عيال ايه؟ الساكت ده خطير جدا. لازم تعرفي هو بيفكر ايه؟ بيفكر بايه؟ بيفكر صح او بيفكر غلط؟ صح؟ فتقلبي في مخه، اقلب في مخه ازاي؟ خرج راح عندنا عيد ميلاد ولا راح كده؟ ها يا حبيبي عملته ايه؟ عملته ايه؟ الحمد لله. اتبسطت؟ اه الحمد لله. اتبسطت من ايه؟ تعرفي ايه اللي بسط؟ يعني واحده بتحكي لي مره بتقول لي هي ست محجبه، دكتوره محجبه كده وبتاع يعني متشددين شويه. بنتها راحت لعيد ميلاد واحده صاحبتها، فلما ربي بتقول لها عارفه يا ماما دول ناس راقيين قوي. قالت لها ليه؟ قالت لها مامة البنت اللي كانت معاها، مامة البنت لابسه فستان عريان خالص وله حماله، كل شويه الحماله تقع على كده. دي بقى الام في وادي ها؟ والبنت في وادي تاني. البنت دي لما تيجي تكبر وتبلغ ويجب عليها انها تتحجب، دي هتتحجب وتيجي الام تقول لك ايه؟ ما اقدرش اكبرها. مش ما تقدريش تكبريها، انت مش عارف، ما عرفتيش تربيها. صح؟ البنت دي رابطه الرقي بايه؟ بالعلم. مش كده ولا ايه؟ فاقول لها يا فاسقه يا فاجرة، مش هقول كده انا. ها؟ فحاول افهمها. صح؟ انت جاي من الشغل، راجع من الشغل عادي، مفيش في حاجه. هو قاعد بياكل، هيا يا حبيبي اخبارك ايه؟ عملت ايه النهارده؟ ولا حاجه، رحت عامل لنا اجتماع ومش عارفه ايه، مين اللي كان في الاجتماع؟ او كان مش عارفه معانا واحد ومش عارفه ايه، والراجل قاعد يزعق عشان ما بيجوش، عارفه داخل واحد قال لك هتقومي عيانه ومش عارفه ايه وبتاع وكلام. تاني يوم بقى ازيها؟ إيه مين يا ماما؟ ام زميلك دي اللي كانت عيانه. ما سالتش عليها؟ لا ما اعرفوش قوي، لا برضه اسال عليه. هو انت جيت ايه؟ جيت بالعربيه ولا جيت بتاكسي ولا جيت بالتوك توك؟ ها؟ العربيه اخبارها ايه؟ لسه شكمان بيخر، قصدي بتاع الزيت بيخر، والشكمان لسه صوته عالي. خدي ودي معاكي. رحت الفيلم؟ عجبك الفيلم؟ يعني يستاهل اروح؟ وهزري وتحكي، خدي ودي انكش. تعرفي هو فين؟ بنتك داخله. في ايه؟ في ايه؟ مش هروح لها في ايه؟ لا انكشيها. داخله من بره، يا حبيبتي يا ماما راحت بايسان. راجعه من الشغل. في ايه بقى في الشغل؟ نعرف. عشان ما تفوجئيش، ما تجيش امه تيجي تصوت لي ابني عاوز يتجوز واحده مش عارفه عامله ازاي، بنتي ارتبطت بواحد مش عارفه عامل ازاي، وبحبه يا بابا مش هتجوز غير يا بنتي. ما ينفعش يا بنتي. طب كنت فين انت؟
اتكلمي، مين معاكي في الاوضه اللي قاعده فيها بتشتغلي فيها؟ مين معاكي؟ معانا ولدين وبنت. الولدين ايه، هم هندسه زيك برضو ولا ولا ايه؟ واحد هندسه والثانيه معهد عالي ما اعرفش ايه. اه دول ساكنين جنبنا هنا في الدقي ولا ساكنين مش عارفه ايه، مش عارفه مثلا، ما بكلمهمش قوي، ما بكلمهمش قوي. انا ما بكلمش غير كريم اللي هو قاعد معانا، ده كان معانا في المدرسه وبتاع. والله ده ساكن فين ده؟ ده ساكن جنبنا هنا وبتاع وكده، حتى قال لي ما شافني واقفه تاكسي وبتاع، قال لي تعالي انا اوصلك ومش عارف. والله طب كويس قوي، كويس قوي. الله جيتي بدري، اصل كريم لقاني واقفه بتاع اه والله. طب حلو، طب ده كتر خير والله، الدنيا برضه لسه فيها ناس كويسه. لو جيت فيه ايه قله الادب دي؟ ازاي تتكلمي مع واحد ما تعرفيهوش؟ وازاي ناس يقولوا عليكي ايه؟ طب مش هتركب معاه؟ ها؟ دي ممكن تروح مثلا تتغدى معاه وتروح تجيب، مش هتقول، مش هتقول.